مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل في حديثنا حول حقبة مايو سعادة السيد عبد المنطلب بابكر، مستشار نميري الخاص للشؤون السياسية والأمنية ومدير مكتبه وظليت ملازمه طيلة فترة حكمه. كيف تحولت من أخو مسلم أنت الآن؟ نحن توقفنا عند محطة أنك في المعتقل. نعم. ومحكوم عليك بالسجن المؤبد. نميري جاء من المملكة العربية السعودية، كيف كان قرار إطلاق سراحك؟ في 1974 قاد الملك فيصل وساطة بين الشريف حسين الهندي والرئيس جعفر نميري، أدت إلى مصالحة أطلق سراحنا فيها، والمعتقلين في السجن حسن عبد الله الترابي وصادق المهدي وحولوا للإقامة الجبرية في المنازل. وأنت كنت من ضمن المجموعة، من ضمن الذين أحنا. متى التقيت بنميري لأول مرة؟ بعد الخروج من السجن. كيف؟ وين؟ بتكليف منه الدكتور المرحوم بهادي محمد إدريس، الذي أوصلني من خلال السيد الطيب قاسم مدير مكتب مدير الشؤون الإدارة والشؤون المالية في رئاسة الجمهورية، وله علاقة معانا وكذا. أوصلني بأنه جعفر نميري قال داري يشوفك، لأنه بيذكر صلابتكم وموقفكم في التحقيق، لأنه كان بيقود التحقيق بنفسه لمدة 6 شهور. حقق معك؟ حقق معي بنفسه فترة المعتقل. نعم. وبعدها حولنا، وكان بيقول لنا يعني أنتم بدل تستمروا بين جدران 4 جدران وكذا، أدونا احترافات إحنا نخفف عليكم ونطلق سراحكم وكذا. ما برضه ما وجدت هذه الأشياء والإغراءات مننا. لكن بعد إذن نعم. بعد ذاك تعرفت على نميري بناء على طلبه. نعم. وقابلته في المقابلة دي أعلنت ولائك لمايو، ومن ثم انخرطت في هذا النظام ولا ماذا حدث؟ والله بعدها كنت أرى من وجهة نظر السياسية الخاصة أن الصدام من أجل السلطة ما فيه ناحية جهادية، بصراحة حول سلطة وغير مجدي وكنت على يقين أنه حق نمل الفراغ حوله بعد أن غرق الشيوعيون من السلطة. نعم. إذن التقيت بنميري وأصبحت منذ تلك اللحظة أحد مؤيدي وأحد المقربين جدا للرئيس. أذكر أنه جلسنا جلسة طويلة جدا جدا ودارت فيها أشياء كثيرة جدا في مقره في داخل القيادة العامة. نعم. إلى الساعة 2 صباحا براكم برانا. نعم. بهادينا وحضر أوصلني وتجاوزنا الحراسات ودخلت الصالون، وجا يلبس عمامته وجلابيته وسلم عليه وجلس، شغل المكيفات الدكتور بهادين ومرق، والحديث تعرض إلى مناحي شتى. سبحان الله، أنا لا أذكر القرارات اللي صدرت اليوم الثاني، لكن عمه خاله محمد أبو الحسن خليل قال إيه أنت قلت مبارح للرئيس ده جم مبسوط، قال داير فول، أدى ودى بشيبة 5 جنيه قال يجيب فول، قال يا رئيس داير حق الزيت أدى 5 جنيه ثاني كمان. فقلت له إيه، لكن الساعة 3 وجدت ما دار بين تبلور كثير منه في قرارات جمهورية. يعني أصبحت من المقربين. نعم. ومن أهل الثقة. نعم. اللي يحفر نميري. نعم. نعم. طيب إذا معناها أن إحنا طوال حنتي معك لمعلومات خاصة. نعم. حول حياة الرئيس الراحل جعفر نميري. نعم. برنامج الرئيس المسائي بعد ما يعني ينتهي من مهامه الدستورية ومهامه السياسية، برنامج المسائي كان شنو؟ الرئيس نميري بيعتقد انه من اصعب الاشياء عمل برنامج لرئيس الجمهورية، لانه ما في موظف مكتب ولا مدير مكتب ولا غيره بيقول لا اعمل كده ولا كده. فقال لي انا كنت ابادر بالقيام بكثير من المبادرات في الزيارات والتفتيش للمصالح المدنية وزيارة الولايات لبسط هيبة الدولة المركزية عليها ووجود الرئيس بينهم. فهذه أشياء غير مهام الرئيس الرسمية، البروتوكولات ومقابلة السفراء والوزراء، يعني هذه الأشياء يقوم بها الرئيس من تلغاء نفسه. وأنا دارس فن استراتيجية وقيادة في أمريكا.
ودارس فن قيادة المدنيين. فكنت أقوم ببعض الأشياء التي توجد سواكات اجتماعية أو رياضية أو فنية أو ثقافية أو كده بتوجد السلطة والدولة في داخل عمق الجماهير. ولذلك كان يفاجئ مثلا نقل الميكانيكي زيارة الساعة 6 صباحا. قال لي ألقى الحوش مرشوش وألقى لي صندوق بتاع خشب أخذ رجلي فيه وأقول أفتح الصندوق ده فيه شنو؟ ألقى مكنة بتاعت جرار جديدة جدا لها 17 سنة قاعدة في حتتها. أمشي ولاية أفتش الولاية أعرف كثير من زرتها واشتغلت فيها كل المناطق. وأحيانا كان بيتحرك وهو ملثم. نعم. هل بتتذكر موقف معين؟ والله جدا هاي كان يتخلى عن حرسه. وحتى في واد نباي في حته مشهوره معروفه حفر الجير الناس بتسكر فيها ويشربوا البنجو وكده يمشي ويشاركهم. اي نعم نعم يمشي يشاكر ويجدون يتكلمون عن ثوره ماي ويتكلم او يصمت بحسب ما فيه دلالات بيتحذر انه ما يفهموا الشخصيه وهو ملثم. نعم. طيب يا سيد عبد المطلب، اذا انت رويدا رويدا نستطيع ان نقول انك تعرف أدق الأسرار في حياة نميري. نعم. وإنت من القلائل وربما يمكن الوحيد اللي كان ممكن يخش له حتى في أوضة النوم. صحيح. هل هذا صحيح؟ صحيح. وعشت معه في بيته. نعم. يعني في بيته طول عمرك. 18 ساعة في اليوم أنا بكون جنبه. 18 ساعة. طيب أنا دار أسألك سؤال صريح جدا. نميري الإنسان الرجل. مش نميري الرئيس. نعم. زيه زي أي رجل كان يعني بتواجهه ربما بعض التوترات العائلية، هل لاحظت أنه أحيانا تحدث خلافات بينه وبين السيد الفضل حرمه بثينة؟ ما داري نعرف تفاصيل الخلافات، لكن هل كان تحصل؟ بتحصل طبعا. نعم تحصل. أسبابها يمكن غير أحيانا الغيرة في... الغيرة السودانيات بطبيعتهم يعني غير الرئيس وكده يعني تذكر فترة معينة يعني كان في جفوة وفي مشكلة لدرجة إنه السيد الفضلة بعضها ممتاز مع بيهم من المرحوم خاله محمد أبو الحسن. أها. من الخلافات واحتواء له لأنه بيعتبره كبير أو والده. نعم. وتعالج في حكمة دون تدخل من أي جانب من خلال إلا من عم خاله محمد أبو الحسن خليل الله يرحمه، يعني رجل كان مدير قصور الضيافة في من حلفة إلى نمولي. نعم. حتى خلال فترة أسهل حكم أسهري وكذا معروف بيعمل التورتة الجميلة كان لأسهري كان وقتها. نعم. كذا المشهور يعني الحكارة. الخلافات الأسرية كان بيتم احتواء نعم. رغم أنها مرات بتأخذ وقت يعني ربما بثينة تذهب صحيح. إلى أهلها لفترة في النباوي. نعم 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 نعم. وكانت المشاكل يتم تجاوزها. يتم تجاوزها. طيب وطبعا من الطبيعي جدا يعني الرئيس الراحل نميري لم يرزق بالأبناء. نعم. ودي مشيئة الله سبحانه صحيح. وتعالى. ولكن بطبيعة الحال ربما حاول الرئيس نميري عن طريق العلاج عن طريق مقابلة الأطباء أن يتجاوز هذه المسألة. هل هذا الكلام صحيح؟ والله صحيح. أول حاجة الرئيس وأخوه شقيقه مصطفى تزوجوا. نعم. مصطفى متزوج فاطمة خليل شقيقة بثينة. شقيقة بثينة ومن أسرة سنادة طه سنادة متزوج بتول خليل شقيقة بثينة. نعم. أنجب منا. نعم. ومبارك سنادة وزير الإسكان في عهد الميري متزوج شامة خليل وأنجب منا. الأخوين ديك أنجبوا والأخوين ديك ما أنجبوا ليه تطابق الله الجينات والمسائل باعتباره قريبته يعني. اي نعم نعم ده كان السبب. فعلم انه ما بينجب وهي علمت كذلك لكن كل منهم كان يمكن ان ينجب اذا ارتبط بشخص. ولكن الوفاء بينهما حال دون ذلك. حال دون ذلك. طيب نميري يغدر زوجته و بثينة يعني تغدر زوجها. تغدر زوجها. نعم نعم. طيب انا يعني اعرض عليك فيلم. نعم. لفترة مهمة جدا من فترات مايو. نعم. داير تعليقك على هذا الفيلم وداير أشوف مشاعرك حتكون شنو لأنه اللي حنعرضه شيء قديم جدا ربما يكون له تأثير ومكانة في وجدانك. شكرا. ما
مبروك مبروك يا بلادي دراسة الجمهورية مليون مبروك يا ولادي يا أغلى عطاء وهدية مبروك مبروك يا بلادي دراسة الجمهورية ومليون مليون مبروك يا أغلى عطاء وهدية جبنا جرس الوافي يا أول جمهورية جبنك يا نمر يا وافي في أول جمهورية من قلب الشعب الصافي يا مثال الوطنية الشعب ملايين ملايين قلناها نعم الشعب قسم لنمر نعم فوتتم مين وقفكم مين رأيكم مين انت ولدنا وانت ابونا انت حبيبنا وانت اخونا وانت العصرك مننا لنا وانت القلب حاني علينا انت رئيسنا وانت نصيبنا انت الامل العايد فينا انت غيرنا وانت دعينا وانت السعد الهل علينا الشعب وطن ملايين ملايين قلناها نعم الشعب وطن لنمير نعم فوتتم مين وقفكم مين وقفكم مين رأيكم مين رشحناك من عيوننا واخترناك من جوه قلوبنا انت النسمة المالية صدورنا وانت الدم اللي في عروقنا انت قيادة حكيمة رشيدة انت امانة وحكمة فريدة انت جبارة طاقة جديدة الله يبارك فيك تزيد الشعب ملايين ملايين قلناها نعم ملايين ملايين قلناها نعم قوتكم مين وقفكم مين وقفكم مين ورئيسكم مين يا سيد عبد المطلب لعل اللحظات دي كانت بالنسبة لك مؤثرة جدا شعورك شنو انت بتشاهد دون شك والله أنا كنت أحس أنه فعلاً نميري رجل دولة رجل هيبة رجل غرار رجل استراتيجية رجل يعرف قدر ومقدار الرجال ويتعامل معهم رجل يحب حب السودان ساكن في قلبي في ذاتي في نفسي في روحي في دمه رجل يكفي أن أعبر بهذا الموقف يعني نعم. نعم أنا ملاحظ أنه الدموع السخينة يبدو أنها جرت بسبب هذه الأغنية وبسبب هذه المشاهد المؤثرة لتلك الحقبة والتي يظهر فيها نميري بجلاء من خلال هذا الفيلم أنت أشرت لأنه نميري الرجل القرار كان يتخذ القرار نعم. ولا يبالي يعني نعم لكن برضو أنا داير منك اعترافات في كلام كثير جدا عن نميري كان أحيانا عنيف مع المسؤولين مع الوزراء يعني كان أحيانا يضرب بنية يدي شلوت إذا كان الموقف يتطلب هذا التصرف هل هذا الكلام صحيح؟ والله نميري في حق الوطن كان يبقى على كل شيء خصوصا مع التجاوزات للحدود بدون اسماء حصل مواقف زي دي حصلت ما في زول بيكون حضره جوا لكن في المكتب بعد خروج الشخص المعني
آثاره واضحة. في قصة مشهورة أنت قبل كده رويتها عن أحد المسؤولين بدون ما نسمي اسمه. حصل موقف معين نميري تصرف معه بطريقة معينة واتخذ قرار في مواجهة هذا الشخص. تمت إزاعة هذا القرار في نشرة الساعة 3. القصة كانت شنو؟ بدون ما نسمي شخص. الشخص كان هو يعني مسؤول. مسؤول في رئاسة الجمهورية. كان حصلت منه بعض التجاوزات. لا أحب ذكرها عشان ما تبقى ضيق المسافات. ولما استدعوه كانت حوالي الساعة 2:30. خرج شخص من المكتب ويحمل منديل أبيض يعني زي كأنه يلق دم مع لعاب في دم. ده بنية يبدو ذلك طبعا. ووجد العربة خاصة المرسيدس سحبت وخرج وركب تاكسي عادي. وكانت الموعد نشرة 3 عندها موسيقى المشهورة المعروفة عند السودانيين. وبتبدأ بغرارات رئاسة الجمهورية. فكان أن سمع أول غرار في الإعفاء من منصب. هذه واحدة. وما يعني هناك الكثير من القصص لأنه يفعل من أجل السودان كل ذلك. نميري كان هل كان عنده روح الدعابة؟ كان لطيف خالص خالص. يحب. أنا دار أذكرك نقطة مشهورة جدا. قيلت في حقبة مايو كان الاتحاد الاشتراكي موجود. أحد الناس جاء لنميري في مناسبة ما وقال له يا رئيس القطة بتاعتنا دي جابت قطط صغار والقطط الصغار بتقول مايو مايو مايو. طبعا كذا بتقول نياو نياو نياو. فالرجل قال لنميري الكدايس دي بتقول مايو مايو مايو. فدي هدية مننا لك. فقيل انه نميري امر بوضع هذه القطط على قفص امام الاتحاد الاشتراكي. ظلت القطط تقول مايو مايو مايو. بعد فترة القطط سكتت. لما سئل احد الناس لماذا صمتت هذه القطط قال لهم لانها فتحت. هل كانت النكات من هذا النوع تصل إلى نميري؟ نميري يتداخل في أعماق الشعب السوداني وكانت تصل كل ما يقال من نكتة من تعليق من موقف من حدث. كان يتغصى بأسلوبه الخاص زايدا على ما يرفع إليه من الجهات الرسمية. فكان يغوص في أعماق الشعب يعني. وكل ده كان بينعكس عليه وفعل قراراته وعلى تصرفاته وكده. طيب نطلع شويه من الطرفه ونجي للانياب والاظافر. احداث يوليو انقلاب هاشم العطا. 1971 تلك الايام العصيبه من تاريخ السودان ومن حقبه مايو ايضا. حيث كانت هذه المحطة من المحطات المؤلمة. حينما انقسم ضباط الانقلاب. ضباط انقلاب مايو إلى مجموعة موالية للشيوعيين وأخرى. مثلت نميري ومجموعته انقلاب هاشم العطا. تحدث حوله الكثيرون بمعلومات مهمة جدا. ولكن بحكم قربك من الرئيس نميري لعلك تملك معلومات مهمة جدا. أبو القاسم حمد إبراهيم كان من الشخصيات المشهورة جدا وكان النائب الأول في فترة من الفترات. يعني وصل لدرجة أن يكون النائب الأول للرئيس نميري. لماذا تم إعفاء أبو القاسم حمد إبراهيم؟ الرئيس المشير جعفر نميري كان في رحلة خارج السودان وقتها وبالتالي يقوم النائب بتصريف المهام رئاسة الجمهورية. وكان هو وقتها النائب الرئيس الرائد أبو القاسم أحمد إبراهيم. فأعتقد أنه كان في حلقة في التلفزيون حضر في شكل يعني لا يليق بالرئاسة. وعند عودة الرئيس نميري تم الإعفاء بعد أن شاهد ذلك البرنامج التلفزيوني. ذلك البرنامج. على ذكر الحديث عن أبو القاسم إبراهيم أيضا أبو القاسم كان في فترة من الفترات وزيرا للداخلية.
في تلك الأيام العصيبة، أيام انقلاب هاشم العطا، قبل ما نسأل من دي، هل التقى نميري بهاشم العطا بعد فشل الانقلاب؟ والله ما بالتحديد أنا دي ما أقدر أقوله، لكن بالتأكيد نميري حرص على والحديث، مش اللغوي بس، التقى بعبد الخالق والتقى بكل قوات بعد فشل الحركة بتاعت 19 يوليو. كان بيقف على الامور بنفسه، حتى انه ما غادر المعسكر بتاع الشجر المدرعات لعده ايام، يعني اعتقد اسبوع او اكثر، كان ينام ويصحى ويتحرك في المدرعات في الشجر. ولكن وزير الداخليه ابو مراد احمد ابراهيم سجل عليه انه كان عنيفا جدا في التعامل مع المدنيين والعسكريين من مدبري انقلاب هاشم العطاء. هناك معلومة أن أبو القاسم يعني تعرض للشفيع وقام بضربه بعنف شديد جدا في وزارة الداخلية، ما حقيقة هذه القصة؟ والله الشعار الاتحاد الاشتراكي عن أبو القاسم حاسم حاسم يا أبو القاسم لم يأتي من فراغ، إنما ليوقف في إطار مواقف يعني تريحهم وكده مع الخصوم بحسب طريقته، حسب طريقته العسكرية والتكوين الشخصي برضه اللي هو طبيعته، كان فيها الصرامة وكان فيها العنف وكان فيها هذه النقطة نريد كلاما واضحا فيها فيما يتعلق بالرواية التي ذكرت حول موقف أبو القاسم مع الشفيع أحمد الشيخ. سنتحدث في هذه النقطة ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل.